السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نتفق إن الرياضة هي منافسة شريفة بين الفرق. وعجبني جدا وفي نقطة ما اتكلمتش عنها في مباراة الأهلي والإسماعيلي، حدثت بين الجمهور الأهلي وجمهور الإسماعيلي، الروح الطيبة. هتاف من جمهور الأهلي وهتاف من جمهور الإسماعيلي مناسب جدا، ويعني يا رب يا رب نشوف الحالة دي تسود بين الجمهورين وبين جماهير الكرة عامة يعني في مصر، ونرجع نشوف الجماهير مالية الاستاد والكرة المصرية الحقيقية والمنتخب يعود لمستواه. عايز اقول ان في مباراة بنفيكا والنادي الاهلي في كأس العالم للأندية، المباراة دي كانت مهمة والاهلي كسبها 29-28، وكانت سببا في صعود الاهلي للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة اليد. في نهاية المباراة اصيب الكابتن محمود الخطيب بأزمة، يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعفو عنه. محمود الخطيب أسطورة من أساطير الكرة المصرية ولازم نعترف بده، وعايز كلنا نكون مترابطين في شيء، نتفق إن هي كرة قدم. أنت بتحب ناديك وتنتمي للكيان وبتشجع ناديك بقوة، وبتحفل عليا وبحفل عليك، وبتحفل عليا وبحفل عليك، لكن يوم ما هتقع أنا مش هسيبك تقع، هقف جنبك وأنت هتقف جنبي. نختلف في انتمائك ونتفق إن إحنا جنب بعض واخوات في النهاية وفي الأول، وربنا يعفو عن الكابتن محمود الخطيب. والفيديو ده مش عاوز أطول فيه عشان أخش في تفاصيل تانية، لأنه مخصوص للكابتن محمود الخطيب، ربنا يعفو عنه ويا رب وأشوفه بصحة سليمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.